خاصة تذهب بالعامة فتكون النتيجة سلبية، ويعتبر هذا الاختلاف من الاختلاف المذموم. ولضيق الوقت نستأذن سيدنا. نعم زيد كمان شوية. نعم، الأمر أمر مطاع. نعم كنا في اختلاف دنيوي. الله يتفتك على الشهادة، أنا الهيبة ديالي في المقابلة ديالك دائما أتحدث عنها، زيادة على الملك وزيادة على الحدة الفكرية وعلى المهارة العلمية، أعطاكم الله هيبة خاصة، وأنا دائما أقول هذا وأنا بعلم لا، وأشهد به أمام الله، ولا يحس بهذا إن لم تربع هذا المنبر. اللهم زده هيبة وجلالا، فإن ذلك تابع لاهتمامه بشؤون المغاربة، خاصة بالله العالم الإسلامي كله يرفو إلى توحيده، وسيحقق الله هذا بعدما يحقق صلاته بالقدس بصفته رئيسا على جنتها. ولا نقول هذا مجاملة أو نفاقا في وجهه، لا، نقول هذا في غيبته، ونقول بسائر أجل حواسنا، ونرجع لما نحن بصدده لا تمشي الساعة. قلنا الشؤون الدينية الدنيوية، نعم،